السلام عليكم واهلا بكم في قناتكم من جديد. عاد النجم الجزائري رياض محرز الى مقاعد بدلاء ناديه مانشستر سيتي خلال استضافته شاختار دونيسيك الاوكراني ضمن الجوله الخامسه من مسابقه دوري ابطال اوروبا، رغم ان اللاعب كان قد تالق في مباراه الدوري الانجليزي السابقه بتسجيل هدف الفوز بطريقه جميله على نادي تشيلسي. وكان النقاد وكذلك الاعلام في انجلترا يرون ان ذلك التالق في المباراه ضد البلوز سيكون بوابه لعوده محرز الى حسابات المدير الفني الاسباني بيب غوارديولا بعد أن وضعه على الهامش قبل مباراة تشيلسي في 4 مباريات بالبريمير ليج دون أن يشارك في أي دقيقة. وحسب ما كشفه موقع مانشستر إيفينينغ نيوز المتخصص في أخبار نادي مانشستر سيتي، فإنه بعكس الجماهير والصحافة التي أشادت بمحرز بعد تألقه في مباراة تشيلسي، فإنه بالنسبة لبيب غوارديولا فقد كان غاضبا جدا من لاعب ليستر سيتي السابق رياض محرز. وأضاف المصدر أن سبب غضب مدرب برشلونة السابق بيب غوارديولا من محرز راجع لأخطاء في التمرير قام بها في مباراة تشيلسي، وهي نفسها التي كان قد قام بها خلال مباراة ويلفرهامبتون، والتي كانت آخر مباراة لعبها محرز في الدوري مع الفريق قبل أن يعود للمشاركة في مباراة السبت الماضي. وتبع الموقع ذاته أن بيب غوارديولا رغم إشادته بالهدف الذي سجله بطل إفريقيا رياض محرز في مرمى تشيلسي بقوله لقد كان هدفا رائعا نظرا للجودة التي يتمتع بها، لكنه قادر على تقديم فعل الأفضل. وهنا يقصد غوارديولا الأخطاء التي يقوم بها من خلال إرجاع الكرة لقلبي الدفاع عندما يكون تحت ضغط لاعبي الخصم. وهذا الخطأ الذي أثار غضب غوارديولا اتجاه محرز حدث في مباراة ويلفرهامبتون عندما أراد إرجاع الكرة لقلبي دفاع السيتي فرناندينيو وأوتاماندي، لكنه مررها لمهاجم المنافس راؤول غيمينز الذي وجد نفسه تقريبا وجها لوجه مع الحارس إيدرسون، لكن تدخلا بطوليا من القائد فرناندينيو منعه من تسجيل الهدف القاتل، وهو نفس ما تكرر معه ضد تشيلسي حين أراد إرجاع الكرة إلى قلبي الدفاع، لكنه مررها بالخطأ أيضا لويليام الذي كان على مقربة من تسجيل هدف قاتل لكن كرته مرت جانبية. وختم الموقع تقريره بحيث أكد أنه كان من الممكن أن يستمر رياض محرز على مقاعد الاحتياط في لقاء تشيلسي لولا العقوبة المسلطة على زميله البرتغالي برناردو سيلفا بمباراة واحدة، وهو ما يعني أن خروجه كذلك من حسابات المدرب الفيلسوف في مباراة نيوكاسل يونايتد هذا السبت يبقى واردا جدا مع استنفاذ زميله سيلفا العقوبة المسلطة عليه. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع، لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.